الحكاية بدأت مساء يوم الاثنين 8 إبريل سنة 1907. ناس كتير هتستغرب من التاريخ ده، هو مش تاريخ تأسيس النادي الأهلي يوم 24 إبريل؟ أيوه بالظبط كده، تاريخ تأسيس الأهلي هو يوم أول جلسة رسمية للجنة العليا للنادي الأهلي، كان يوم الأربعاء 24 إبريل سنة 1907. أمال إيه حكاية يوم الاثنين 8 إبريل دي؟ في اليوم ده رجع عمر بيك لطفي من سهرة أسبوعية مع مجموعة من أصدقائه كانوا دايماً بيتقابلوا في مكان في وسط البلد، ونادى على شاب بيشتغل معاه في مكتب المحاماة بتاعه، كان محامي حديث التخرج، وناداه له: يا محمد أفندي، في مشروع كبير عايزك معانا فيه. رد محمد أفندي شريف: مشروع إيه يا عمر بيه؟ عمر بيك لطفي قال له: نادي رياضي مصر يا محمد أفندي. الأندية في مصر كلها ملك الأجانب، إيش إنجليز وطلاينة وجريك، مصر محتاجة نادي مصري يحتضن طلبة المدارس العليا بعد التخرج. محمد أفندي شريف استغرب وقال: لكن يا عمر بيه، حضرتك شايف نادي المدارس العليا ومعاناته والحرب اللي الإنجليز عاملينها عليه وكل شوية يدخلوا للتفتيش، وشاف مشاكله الكتير، وحضرتك متحمل كل ده لغرضه النبيل، تفتكر الإنجليز هيسيبونا نعمل نادي رياضي للطلبة؟ لكن عمر بيه لطفي رد بسرعة وقال له: يا محمد أفندي، ده قدرنا وده قدر كل فكرة، لو استسلمنا ويأسنا ما كناش عملنا أي حاجة، وزي ما قال مصطفى كامل: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. لازم يكون في نادي لأهلنا، نادي من المصريين للمصريين. يا محمد أفندي، كل مشروع عظيم بيبدأ بفكرة، وكل فكرة بتقابلها عقبات، ولو كل صاحب فكرة استسلم للعقبات دي ما كانش العالم اتغير. لازم تؤمن بفكرتك وتصر عليها. الإنجليز مش هيسيبونا نعمل حاجة للوطن، وهيحاربوا أي فكرة تتبنى مشروع وطني، عايزين كل حاجة تبقى ملكهم بتاعتهم، وإحنا نفضل أسرى ليهم. يا محمد أفندي، شوف البلد حالها إزاي، رؤوس الأموال الأجنبية مالت البلد، احتلال اقتصادي أخطر من الاحتلال العسكري. كان محمد أفندي شريف بيسمع كلام عمر بيه وهو بيفكر في حال مصر. فعلا كل حاجة بقت تحت سيطرة الأجانب، ليه ما يكونش لينا مشاريعنا؟ ليه ما يكونش لينا نادي مصري؟ عمر بيك لطفي كمل كلامه لمحمد أفندي شريف: محمد أفندي، النهاردة في جلستي الأسبوعية مع الأصدقاء عرضت فكرة من زمان بفكر فيها، نادي رياضي مصري يأسسه الوطنيين. كلهم بيشتغلوا في مجالات كتير غرضها تمصير المشاريع وبناء اقتصاد وطني وتعليم مصري وصناعة مصرية، والنادي جزء من المشروع الوطني. عرضت فكرتي في حضور إسماعيل سري باشا وعبد الخالق ثروت بك، كان أميها بك قبل ما يبقى باشا بعد كده، وإدريس راغب بك وعمر سلطان بك، وكمان مستر ميتشل إنس. وإحنا قاعدين جالنا محمد محمود بك وأمين سامي باشا وعزيز عزت باشا. عرضت الفكرة، والحقيقة أنا كنت قلقان شوية، ده عمر بك هو اللي بيقول، أنت عارف كل واحد فيهم بيشتغل في مشاريع عظيمة من أجل البلد. وقلت في نفسي أكيد هيقولوا أجل الموضوع ده شوية، لكن فاجئوني بترحاب كبير جدا بالفكرة أكبر مما كنت أتصور. وكلمت حسين رشدي بيك ووافق يكون معانا، والتفت عمر بيه لطفي وقال لمحمد أفندي شريف بجدية بالغة: إيه رأيك؟ هتشتغل معانا، أنا شايف إنك أحسن واحد
يقدر ينظم العمل. من يوم ما جيت المكتب وانت منظم ودؤوب ومحافظ على المواعيد وما بتنساش حاجة أبدا، وكل حاجة بتسجلها. رد عليه محمد أفندي شريف وقال له: معاكم طبعا يا عمر بيه. عمر بيه كان مرتب جدا ومواعيده مقدسة. قال له: خلاص يا محمد أفندي، يوم الأربعاء 24 إبريل أول جلسة رسمية هتكون في منزل مستر ميتشل أنس، هكتب لك العنوان، لازم تكون موجود قبل الساعة 5:30 بعد الظهر. محمد أفندي شريف بيسمع عمر بلطفي ودماغه مليانة تساؤلات واستفسارات ومندهش جدا. إزاي هنعمل نادي للمصريين وأول اجتماع يكون في منزل راجل إنجليزي؟ فرد عليه باستغراب وقال له: منزل ميتشل أنس؟ فابتسم عمر بلطفي وقال له: أيوه ميتشل أنس. مش الإنجليز بيضايقونا في نادي المدارس العليا؟ يبقى خلاص ميتشل أنس لازم يكون موجود في النادي الجديد. في وجوده كل شيء هيكون سهل ومتاح، خصوصا إن علاقته بينا جيدة وبيحب المشروعات الاجتماعية وبيدعمها. يا محمد أفندي، من النهاردة اعتبر نفسك استلمت العمل في النادي الجديد. من اليوم ده بدأ النادي الأهلي كبير قوي. من اليوم ده بدأ النظام المؤسسي، عمل بنظام وبدون ترك أي شيء للصدفة. قرار تعيين محمد أفندي شريف سكرتير للجنة العليا للنادي الأهلي نقدر نقول إن هو اللي حفظ تاريخ النادي الأهلي وحفظ محاضره وحفظ أوراقه. لأنه لما تبدأ تشتغل من أول يوم ويكون في مسؤول عن العمل الإداري للنادي، بتبقى دي أول خطوة في النظام المؤسسي لأي مكان. وهكذا بدأ النادي الأهلي.